قام وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد أمين حاج سعيد قام بزيارة عمل إلى بولونيا بمناسبة تنظيم الطبعة 21 لصالون السياحة الذي شاركت فيه الجزائر من خلال الديوان الوطني للسياحة. وقد كانت للوزير عدة لقاءات تقرر على إثرها إنشاء الغرفة الجزائرية البولونية للسياحة، والتي تسعى إلى ترقية المقصد السياحي الجزائري ودعم التبادل بين البلدين. نبيل عثمانية. إبراز المنتوجات السياحية الوطنية وربط علاقات عمل دولية في قطاع السياحة شكلت أهداف الوفد الجزائري المشارك في الصالون الدولي للسياحة والأسفار بوارسو البولونية. وقد ضم الوفد الديوان الوطني للسياحة ومؤسسات التسيير السياحي ووكالات أسفار من جميع أرجاء الوطن، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية الجزائرية للسياحة والوكالة الوطنية للصناعات التقليدية، مؤسسات ترنو من خلال مشاركتها إلى الترويج الفعال للإرث الطبيعي والثقافي للبلاد، سيما وأن الجزائر كانت ضيف شرف الطبعة. جئنا بعروض شاطئية خلال ما يعرف بالموسم المنخفض لا سيزون باس، وأيضا بعروض صحراوية النوع السياحي الذي تنفرد به الجزائر، إضافة إلى العروض الثقافية المتنوعة التي تسخر بها بلادنا. وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد أمين حاج سعيد زار جناح الجزائر مرفوقا بكاتبة الدولة البولونية كاترزينا سوبريسكا ورئيسة الصالون بحضور سفير الجزائر ببولونيا عبد القادر خمري، مشاركة ميزتها المقومات السياحية الجبارة للجزائر، كللت بإنشاء الغرفة الجزائرية البولندية للسياحة، والتي تهدف إلى ترقية المقصد السياحي الجزائري وتدعيم التبادل بين المتعاملين والفاعلين في القطاع من البلدين. قررنا تنظيم يوم إعلامي سياحي ينشط من طرف السفارة الجزائرية في فارسوفيا وبحضور وسائل الإعلام البولونية، مسوقي الأسفار البولونيين والمتعاملين الجزائريين، وهذا من أجل النهوض بعروض ملموسة للطرفين. وعلى هامش الصالون كان للوزير مقابلة مع نائب الوزير الأول وزير الاقتصاد البولوني، حيث ناقش الطرفان سبل دعم المبادلات السياحية بالنظر لأهمية هذا القطاع.